لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، حظر التجوال يفرض حصاراً اقتصادياً على محدودي الدخل. في الجزيرة نت، كورونا أمريكا على أعلى حصيلة يومية بالعالم، وترامب يتوقع وقتاً مروعاً. في صحيفة الشرق الأوسط، ميليشيات طهران تتوعد واشنطن وعميلها الزرفي. في العرب اللندنية، الزرفي يوجه رسائل طمأنة لإيران وقادة الحشد الشعبي. في موقع عربي 21، مجهولون يقتلون أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان. في القدس العربية، العالم الغربي يتجه إلى تقليد الصين في استراتيجيتها الطبية. وفي العربي الجديد، هبوط الدينار العراقي أمام الدولار يخيف الأسواق والمواطنين. أهلا بكم. عن الأبعاد الإيرانية لزيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد، كتب أياد العناس في صحيفة البصائر العراقية، وجاء فيها: أصبحت الزيارات المكوكية والاجتماعات المستمرة ظاهرة سياسية يعيشها العراقيون، ويتصف بها استمرار المشهد السياسي العراقي على الحالة التي أفرزتها عملية التكليف الوزاري الجديد واستقالة عادل عبد المهدي وانعدام الرؤية في كيفية معالجة الأزمة التي يمر بها العراق. طبيعة الحكم في العراق وعبر الحكومات الستة التي تلت الاحتلال الأمريكي كان طابعها العملي هي المخصصة الطائفية والتوافقات السياسية، والطبيعة الأولى لا تزال الكتل والأحزاب متمسكة بها وكأنها حق مصون وكسب مشروع وغاية وهدف ممسك به، في حين أصبحت الضالة الثانية منعدمة وهي التوافقات السياسية، فالكل لديه وجهات نظر وأفكار وصياغ ووسائل للحكم تنبع ليس من مصلحة الشعب العراقي، وإنما من طبيعة الأداء الحزبي الفئوي المنفعي الذي يؤطر لسياسة الفساد الاقتصادي والمالي والسيطرة على مفاتيح العمل باتجاه تحقيق أوسع عمليات الهيمنة الحالية على مقدرات العراق والانتفاع المستمر من ثرواته وأمواله وتسيير طبيعة الأعمال التي تقوم بها حكومة بغداد والسيطرة على العقود التجارية وعمل الوزارات ذات الطبيعة المالية والاقتصادية، وصولا إلى تعزيز القدرات المالية لهذه الأحزاب وبقائها على سدة الحكم. من هنا كان التدخل الإيراني الأخير بعد أن شعرت الأوساط السياسية والأمنية والاستخباراتية الإيرانية أن عملية التكليف الوزاري جاءت بعيدة عن ما ترغب به أو تتفق به من واقع ميداني يعيشه العراق، فجاء التوجيه الإيراني بقيام إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بزيارة ميدانية في بداية هذا الأسبوع لبغداد. أوضح زيارة قاآني وأهدافها أنها تضع في أولوياتها محاولة توحيد الموقف السياسي للأحزاب والكتل الشيعية ونبذ الخلافات بين جميع الفرقاء السياسيين المتناحرين، ودعوة للتمسك بالتوجيه والإرشاد الإيراني الذي كان يقوم به سليماني وتحكمه بالقرار السياسي العراقي. استفادت إيران من الوقائع الكارثية التي شهدها العالم العربي بدءا من احتلال الكويت وانتهاءا بالحرب السورية وحرب اليمن، مرورا بغزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة. 30 سنة كان العالم العربي شهد فيها انهيارات متلاحقة، فيما كانت إيران تستثمر على الأرض ما لم تكن تحلم به للحصول عليه من أرباح على الصعيدين المادي والبشري. مقال الكاتب فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية. لقد أسست جيوشا محلية تابعة لها مستفيدة من المزج بين الدين والسياسة لتمسك من خلالها بالأرض في دول صارت تدور في فلكها، حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وجماعة الحوثي في اليمن والميليشيات متعددة الجنسيات في سوريا. تلك هي جيوش إيرانية منظمة
ومثلما استفادت إيران من الانهيارات السياسية في العالم العربي، فإنها وضعت نصب عيونها القيام بغواية الولايات المتحدة من أجل توقيع الاتفاق النووي، وهو ما ساعدها على الحصول على أموال طائلة أنفقتها على برامج التسليح التي تقع ضمنها مسألة تمويل وتجهيز الميليشيات التابعة لها بالمال والسلاح. كان المخطط الإيراني ولا يزال يقوم على أساس جر دول المنطقة إلى القبول بوصاية الولي الفقيه لا على أتباعه المباشرين وهم مرتزقته في لبنان والعراق واليمن فحسب، بل أيضا على نسبة لا يستهان بها من مواطني تلك الدول. تلك اللغة يمكن العثور عليها واضحة في خطاب حسن نصر الله وتهديد عدد من الميليشيات العراقية، وأخيرا في الصواريخ الإيرانية التي ضربت المنشآت النفطية السعودية وتبنى الحوثيون عملية إطلاقها. ولو استعرضنا المقاومين سنكتشف أن إيران تراهن على مجاميع من المرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والأفاقين والمهربين والمزورين من حسن نصر الله الذي يقبض راتبه الشهري من إيران، إلى هادي العامري الذي حارب مع إيران ضد بلاده في ثمانينات القرن الماضي. يمتد خيط الخيانة العظمى. المقاومون الموالون لإيران هم خونة لبلادهم إذا ما احتكمنا إلى القانون الدولي. إنهم جنود صغار ينفذون أوامر الولي الفقيه، وفي ذلك يتساوى زعماء الميليشيات وأصغر أفرادها. نريد أن نحلم بحكومة بحجم أمنيات المتظاهرين وليس بحجم بيان قادة الفصائل المسلحة في العراق الذين اكتشفنا أن التظاهرات أقرب لهم من حبل الوريد. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: لا أتذكر منذ 17 عاما أن مسؤولا عراقيا اعترض على ما يقوله ساسة إيران عن العراق، أو قال لمسؤول أمريكي أو تركي خليك في حالك. يقولون لكم لا تفكروا في اختيار رئيس وزراء، نحن نفكر بدلا منكم ونعقد الاجتماعات. ويقولون لك إن الخطر الأكبر يكمن في ساحات الاحتجاج، وإن المشكلة ليست مع نهب أكثر من تريليون دولار وقتل الآلاف وتشريد الملايين، ولا مع الأحزاب التي تحولت إلى حيتان تبتلع كل ثروات البلاد، لكنها أي المشكلة مع شباب ونسوة ورجال يريدون تقويض النظام السياسي الذي وضع نظريته المفكر إبراهيم الجعفري. والغرض الآخر لساحة التحرير هو إظهار أن السلطة اللطيفة والأحزاب القانونية فاسدون. يا سلام يا عزيز الكاتب الذي تعتقد أن الشعب هو الفاسد، وهو الذي قنص أكثر من 600 شاب وجرح الآلاف واعتقل المئات. والغريب أن الذين يكتبون عن الاحتجاجات ويشتمونها ليل نهار لم يكتبوا لنا سطرا واحدا عن عنتريات ترامب داخل الأراضي العراقية، وعن إصرار السيد إسماعيل قاآني على أن يختار رئيس الوزراء العراقي بنفسه. وليسمح لي السيد قاآني أن أقول له مثل ملايين العراقيين: نخاف ونخشى الاعتراض على كلامك، لأن وكلاءك في العراق يمكن أن يغيبوننا بلمح البصر ولا نستطيع أن نعترض حتى على إشارتك. أحيانا نكتب في الفيسبوك وأحيانا أخرى نحتج فيما بيننا، لكن هل نستطيع أن نصدر بيانا نقول لك فيه يا عزيزي أنت تتدخل فيما لا يعنيك؟ خليك مع مشاكل بلدك الاقتصادية والاجتماعية ومع بلوة كورونا. ويختتم الكاتب بالقول: يا عزيزي قاآني وأنت تنتمي لدولة دينية ترفع شعار مخافة الله، ألم تشاهد وترى كيف يزداد رفاقك في الإيمان غنى وقسوة وطائفية بينما يزداد العراقيون خوفا وفقرا؟ ألم ترى كيف قتل شباب التظاهرات وغيبوا لأنهم حاولوا إعادة تعريف الوطنية؟ الإصابة بكورونا ليست فضيحة، عنوان مقال الكاتب عماد الدين حسين في صحيفة الشروق المصرية، حيث يقول: للأسف الشديد عدد لا بأس به من المواطنين يتعامل مع الإصابة المحتملة بالفيروس باعتبارها فضيحة وشبه إهانة وقلة قيمة، رغم أن ذلك غير صحيح تماما. ما الذي يجعل الناس عندنا تخجل من الإصابة بكورونا وتنظر إليه باعتباره فضيحة وقلة قيمة؟ هل هؤلاء يتعاملون معه باعتباره نوعا من الجرب مثلا؟ وحتى لو كان كذلك،
فحتى الجرب مرض يفترض أن نتعامل مع المصابين به باعتباره مجرد مرض قابل للشفاء شرط اتباع التعليمات الصحية والطبية الواجبة. لو كانت الإصابة بكورونا فضيحة ما رأينا كبار السياسيين والدبلوماسيين وقادة الجيوش والفنانين والشخصيات العامة يخرجون علنا ويعترفون أنهم أصيبوا بالفيروس. السؤال لبعض أهالينا الذين يشعرون أن الإصابة بكورونا مهينة وفضيحة، ولماذا لا يشعر كل كبار المسؤولين في العالم بالشعور نفسه إذا كان الأمر كذلك؟ يقول كثيرون إن أحد أهم ما يميز فيروس كورونا أو كوفيد-19 أنه لا يفرق بين غني وفقير، وبين قوي وضعيف، وبين أمريكي وموزمبيقي، وبين صعيدي وبحراوي، وبين أهلاوي وزملكاوي، وبين شيعي وسني أو مسلم ومسيحي أو أوروبي وأفريقي. هو فيروس عادل جدا يصيب الجميع، بل إن إحدى الملاحظات أنه ضرب الكبار والأغنياء في العالم أكثر بكثير مما ضرب الفقراء والدول الصغيرة، ولا نعرف تفسيرا لذلك حتى الآن. فيروس كورونا مثله مثل أي فيروس، مرض يمكن أن يصيب أي شخص، ولا يوجد من هو معصوم منه. ولكن أليس من المنطقي أن تسأل أيضا، ما الذي يدفع الناس إلى رفض الذهاب إلى المستشفيات والحجر والعزل الصحي؟ أليس هناك احتمال بأنهم يدركون أن الأوضاع فيها أصعب وأسوأ؟ بعد نحو 3 أشهر من تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، اتهمت منظمة الصحة العالمية دولاً في الشرق الأوسط بالتستر على العدد الحقيقي للإصابات فيها. في مقال للكاتبة عائشة البصري تؤكد أن منظمة الصحة العالمية تواطأت مع الصين، فلم يكتفي المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس بالتزام الصمت حيال تستر السلطات الصينية على الوباء، بل تصرف أحياناً وكأنه مدير العلاقات العامة وللحزب الشيوعي الصيني. تواجه المنظمة الأممية اتهامات بمساعدتها الصين على التكتم على أول التقارير عن فيروس كورونا المستجد وتقاعسها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقديم نصائح ساهمت في تفشيه. ففي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يوم 20 مارس/آذار، صرح نائب رئيس تايوان تشين شين جين أن بلاده أخبرت المنظمة في أواخر ديسمبر كانون الأول 2019 أن عاملين في مستشفى ووهان المركزي قد أصيبوا بعدوى الفيروس، ما يشكل دليلاً على انتقاله بين البشر. وأضاف أنه كان من المفترض أن تعمم المنظمة هذه المعلومة على الدول 169 الأعضاء في اللوائح الصحية الدولية، لكن المنظمة لم تنشر تحذيرات تايوان التي أكدها الطبيب الصيني بلي وينينغيانغ وزملائه له. أوقفتهم السلطات واضطهدتهم بدعوى ترويجهم الشائعات عبر الإنترنت. فور تعميم الإعلان عن عالمية الوباء، سارعت حكومات عديدة إلى إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وفرض الحجر الصحي وإجراءات وقائية أخرى. أما مخيمات اللاجئين والدول التي ينخرها الفقر ويرهقها الاكتظاظ السكاني وتمزقها الحروب وتفتقر إلى الماء النظيف ناهيك عن مواد التعقيم، فقد لا تجديها نفعا نصائح المنظمة بالالتزام بآداب العطاس والسعال ونظافة اليدين. فشل المنظمات الأممية وفسادها من فساد النظام العالمي الذي تكاتن عدم فيه المساءلة والمحاسبة يسوده قانون الغاب، حين تنقشع غيوم كورونا ويحل وقت الحساب إن لم تتم مساءلة قيادتي الصين ومنظمة الصحة العالمية، فليستعد العالم لمزيد من الاستهتار والتستر وجائحات أكبر. توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي للأبد وأن تداعياتها قد تستمر لأجيال عديدة. وفي مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أوضح كيسنجر أن الأضرار التي ألحقها تفشي فيروس كورونا المستجد بالصحة قد تكون مؤقتة، إلا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أطلقها قد تستمر لأجيال عديدة. إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن بسبب الوباء الفتاك
أعادت إلى ذهنه المشاعر التي انتابته عندما كان جندياً في فرقة المشاة خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية أواخر 1944، حيث يسود الآن الشعور نفسه بالخطر الوشيك الذي لا يستهدف أي شخص بعينه وإنما يستهدف الكل بشكل عشوائي ومدمر. وأضاف كيسنجر أنه رغم أوجه الشبه بين تلك الحقبة البعيدة وما نعيشه اليوم، فإن هناك فرقاً مهماً يتمثل في كون قدرة الأمريكيين على التحمل في ذلك الوقت، عززها السعي لتحقيق غاية وطنية عظمى، بينما تحتاج الولايات المتحدة في ظل الانقسام السياسي الذي تعيشه اليوم إلى حكومة تتحلى بالكفاءة وبعد النظر للتغلب على العقبات غير المسبوقة من حيث الحجم والنطاق العالمي المترتبة على تفشي الوباء. واعتبر أن الجهود المبذولة لمواجهة تفشي الوباء رغم ضخامتها وإلحاحها ينبغي أن لا تشغل قادة العالم عن مهمة أخرى ملحة تتمثل في إطلاق مشروع موازٍ للانتقال إلى نظام ما بعد كورونا. وختم كيسنجر مقاله: إن التحدي التاريخي الذي يواجه قادة العالم في الوقت الراهن هو إدارة الأزمة وبناء المستقبل في آن واحد، وإن الفشل في هذا التحدي قد يؤدي إلى إشعال العالم. أعلن فريق بحثي من جامعة ميتشيغان الأمريكية عن اتفاق جديد مع وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا يتضمن إطلاق تلسكوب راديوي هو الأول من نوعه، يختص بدراسة الانفجارات الشمسية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأرض ورواد الفضاء. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة جديدة تتبعها وكالة ناسا لتطوير البحث العلمي الخاص بها مع العمل على خفض النفقات، حيث تتكلف المهمة الجديدة نحو 62 مليون دولار فقط، وهو رقم صغير مقارنة بمهام ناسا الأخرى التي تتخطى المليارات في بعض الأحيان. سميت المهمة الجديدة المزمع إطلاقها في تموز يوليو عام 1923 بسنرايز، وهي عبارة عن ستة من الأقمار الصناعية المكعبة الصغيرة، الواحد منها بحجم خلاط منزلي، تتوزع على ارتفاع نحو 35 ألف متر من سطح الأرض، يفصل بين كل منها 10 كيلومترات تقريبا، وتشكل معا تلسكوبا راديويا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.